سؤال انا مخزنه لبعد البدايه. دراستك ايه؟ كنا في جامعه ايه؟ حقوق. حقوق جامعه القاهره. عين شمس. اوكي. كنت انا وسامي مغاوري و نفس الدفعه. محسن حلمي الله يرحمه. الله يرحمه المخرج. وكان بينافسنا بقى سامح السريطي واحمد عبد العزيز. وكان في كل بينافسكم في ايه؟ ايه في ايه بينافسكم في ايه؟ كان في التجاره. احنا كنا في في يعني المسرح. المسرح يعني انت بتحب التمثيل من وانت في الجامعه؟ لا في الثانوي. في الثانوي كمان. طب ليه ما دخلتش في فنون مسرحيه على طول؟ ليه دخلت حقوق؟ لا الموضوع ده متكرر مع فنانين كتير يعني. حكم القوي على الضعيف. على الضعيف زي انا برضو ما عرفتش ادخل فنون مسرحيه. خلي بالك انا الاول بعدين انا امتحنوني في المعهد وسقطت كمان. و ده بعد الجامعه. بعد ما ابتديت احترفت. اوكي. والاستاذ عبد الرحيم الزرقاني الله يرحمه قال لي الحاج عبد الوارث الله يرحمه قال له معلش يا عبد الوارث احنا سقطنا لان هو بيشتغل في السوق مش محتاج عشان ناخد حد تاني مش بيبقى محتاج. كان بيبقى في عدد معين يعني. فقال لك انت ده بيشتغل خلاص. كانت الدفعه 10 ما كانش في بقى الموازي ومش الموازي والكلام اللي فبالتالي بدل ما يدي المكان لواحد اوريدي بيشتغل ياخد واحد ما بيشتغل. طب انت فتحت موضوع السؤال الثاني ليه كنت متخوف او ممتنع عن انك تقول انك حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عاصم؟ لان هو نفسه قال لي ما تقولش وما تروحش تروح شركه انتاج ولا مش عارف عند مخرج وتقول انا حفيد فلان وشغلني. لو سمعت دي هقطع خبرك فعلا. كان الموضوع مضايق شديد. كان الموضوع يضايقه جدا. وانا خدتها من باب ان ايه هو مش عايزنا نعاني لان انت عارف طبعا الشغل تمثيل طبعا الناس فاكره الدنيا بامبي ودايما في الاول بتبقى الدنيا اصعب من دلوقتي. بالظبط. لكن كمان اكتشفت ان هو كان خايف على اسمه. لحسن ما كانش واثق. أيوة. ان الموهبه ما ده احنا اللي بنعانيه دلوقتي. اما يجي لك واحد يكلمك مثلا ويقول لك رشحني وانا انا ممثل كويس قوي وانا 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 وانت عمرك لا شفته ولا عرفته. ما هو ده هنتكلم فيه النهارده. هنتكلم فيه النهارده. بس هو ما كانش واثق من موهبتك. ما هو بقول لك نفس الحكايه. ما طب بعد ما شافك بتمثل ولا ما شاف ما لحقش؟ لا هو شافني بس برضه في البدايات ما كنتش لسه بانت قوي يعني.